السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي المشاهدين، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. حضرت لكم اليوم فطيرة مالحة بحجم عائلي بعجينة أكثر من رائعة، عجينة خفيفة وهشيشة وطرية وبحشوة لذيذة جدا. وقبل ما نبدأ وصفة اليوم، شوية تشجيعات بلي جام، واللي مازال ما اشتركش اشترك في القناة فضلا وليس أمرا. ساعة واحدة كافية باش تحضري لعائلتك أطيب فطيرة. إذا نبدأ على بركة الله، نقولوا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء نبدأ بالحشوة باش نمدوا لها الوقت الكافي تبرد فيه. اذا في مقلاة حطيت 2 إلى 3 ملاعق اكل زيت، ضفت لها بصلة مفرومة، زدت لنا نصف صدر دجاج مفروم، نقلي البصل مع الدجاج 2 إلى 3 دقائق. نضيف معاهم فلفل حلو وفلفل حار، فلفل حار اختياري، اللي حاب ما يديرش ما يديرش. نضيف معاهم 3 سنات ثوم، تبل بالملح، فلفل اكحل، كركم، تابل دجاج وبابريكا. طبعا كمية التوابل على حسب كمية الدجاج. ضفت معاهم حبة طماطم مقطعة قطع صغيرة. هنا راح نضيف 2 ملعقتين أكل بيوري تاع فلفل احمر حلو كنت فورته وميكسيته. نغطيها ونخليها تطيب على النار دليله مده 5 دقائق اخرى. الان الحشوه راهي جاهزه، نفرخها في اناء ونخليها تبرد. نروح ونحضروا العجينة، 2 كيسان ماء دافي، نضيف لهم 2 ملعقتين أكل حليب بودرة، 1 ملعقة أكل سكر، 1 ملعقة أكل خميرة الخبز، 2 إلى 3 ملاعق أكل فارينة. نخلط مليح باش تذوب السكر والخميرة. نحط عليهم صحن ونخليهم 5 إلى 10 دقائق تتفاعل الخميرة. هنا عندي بيضة، فصلت البياض وعني الصفار، نضيف البياض للعجينة والصفار نحتفظ به باش ندهن به الفطيرة. ضفت 4 ملاعق أكل زيت، نضيف الكوب الأول تاع الفارينة، خلط الفوي، نزيد الكوب الثاني، نملح بنصف 1 ملعقة أكل ملح، ضفت الكوب الثالث. أنا راح نخلط بيدي. والكوب الرابع نضيفه بالتدريج. هنا لازم تكون العجينة طرية ومتماسكة وتلصق شوية في اليدين.
إذن هنا كملت الكوب الرابع تاع الفارينة. نفرغ العجينة، ندلكها شوية، ونضيف لها ملعقة أكل زبدة ولا مارغرين طرية، وندخلها في العجينة. هذه الزبدة تخلي العجينة طرية وما تلصقش في اليدين. إذا ندهن الإناء بشوية زيت، نحط فيه العجينة ونزيد ندهنها من الفوق، نغطيها ببابي فيلم ونحط عليها صرفيطة، نخليها تخمر ربع ساعة أو حتى إلى 20 دقيقة. هنا نقسم العجينة تاعي إلى كرات، العجينة هذه درت لي قيس فطيرتين، فطيرة كبيرة وفطيرة صغيرة. إذا نرش بشوية فارينة، نحط الكرة الأولى، نحلها بحلال بسمك رقيق، هنا جبت صينية فرن، الصينية الخاصة بالبيتزا، حطيت عليها ورق زبدة، وحطيت العجينة الأولى، وسويت الحواف بقطعة بيتزا باش نحصل على شكل دائري. نزيد نحل الكرة الثانية، إذا نحطها جانبا، نضيف الحشوة هنا، ما لازمش نشحف الحشو، نحط الكمية الكافية تاع الحشو. هنا ضفت جبن مبشور، استعملت جبن جودة،
وقليل من الموتزاريلا، جبنة الموتزاريلا. هنا أضفت شوية معدنوس، ونغلق الحشو بالنصف الثاني تاع العجينة. إذا نتكع الحواف ونعدلها بالقطعة هذه تاع البيتزا باش نحصلوا على شكل دائري. راح نقطعها في النص بهذه القطعة هذه الدائرية، ونقصها بالقطعة كما راهو موضح في الفيديو، نقطعها حتى الأسفل. ندهنها بالصفار البيضاء وزدت له ملعقة أكل حليب، نخلط وندهن. هنا راني نضيف في جبن الموتزاريلا ونرش عليها شوية سينوج وجلجلانية، وندخلها مباشرة إلى فرن مسخن مسبقا، ونطيبها مدة 15 حتى إلى 20 دقيقة على حرارة 170 إلى 180 درجة مئوية. إذن هذا هو الشكل النهائي تاع فطيرة اليوم. صورة غنية عن كل تعبير، وصفة رائعة صراحة تستحق التجربة. أتمنى أنكم تجربوها. إذن وصلنا إلى نهاية الفيديو، وابقى لي غير نقولكم شكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.